تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، واللي كتهدف لإعطاء عناية خاصة لمغاربة العالم والاستجابة لانتظاراتهم. أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الحملة الوطنية لاستقبال مغاربة العالم. كتشمل هذه الحملة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية كالتعريف بخدمات الوزارة اللي ممكن يستفد منها المغاربة المقيمين بالخارج، كبرنامج الدعم المباشر للسكن، وكذلك العروض الاستثنائية لمجموعة العمران والخدمات اللي كتقدمها الوكالات الحضرية. غادي تعرف هذه الحملة تنظيم قافلة متنقلة وتوفير فضاءات استقبال عند النقاط الحدودية وفي باحات الاستراحة وفي المحطات الأربعة للقطار فائق السرعة، وتنظيم أيام الأبواب المفتوحة وموائد مستديرة واللي غادي تمتد طيلة شهر غشت 2024، مع تقديم الشروحات والإرشادات الضرورية على مستوى جميع تمثيليات الوزارة. ودائما التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم.